مرحبا شباب وبنات، كبار وصغار. مرحبا شلة، كيفكم؟ كيف الصحة؟ طمنوني عنكم. شو في؟ شو صاير؟ شو الخبرية؟ تعالوا معي نشوف. هل بالفعل تم حذف وثائق الرواية الكاملة؟ نعم، تم حذفه لمدة 9 ساعات تقريبا، وتم إعادة نشره من جديد. ما هي أسباب الحذف؟ وما هي أسباب إعادة النشر؟ وما هي المقاطع المحذوفة بالرواية الكاملة بعد إعادة النشر؟ إليكم الحقيقة، هيا بنا. أعزائي المتابعين، أوائل شهر يوليو الحالي قامت محطة NBC بالإعلان عن فيلمها الوثائقي الجديد الرواية الكاملة، الذي يتحدث عن قضية مقتل شاب سوري داخل فيلا نانسي عجرم. وأعلنت المحطة أنه سيتم بث الفيلم الموعود على منصة شاهد دوت نت التابعة لها، وذلك اعتبارا من 16 يوليو الشهر الحالي. ومنصة شاهد هي منصة مدفوعة يتم الاشتراك بها بمقابل مادي يتراوح من 6 دولار وما فوق حسب مدة الاشتراك. قامت محطة NBC الفضائية بترويج حملة ضخمة للإعلام عن هذا الفيلم لجذب المشتركين، وتضمنت تلك الحملة الدعائية وعود وتأكيدات بأن الفيلم الموعود سيكشف كل الغموض حول القضية، وسيجاوب على كل التساؤلات، وسيكشف حقائق جديدة تعرض لأول مرة. دقايق مرقوا سنة، مات فادي؟ ما مات. الفنانة الجميلة المحبوبة نانسي عجرم تعرضت لحادث غريب. في كتير تفاصيل نحن والناس بحاجة إنه نعرفها. رح تخبرينا كل شيء. أكيد. الرواية الكاملة قريبا على شاهد VIP. بعدني عايشه. في حرامي بالبيت وعم يضربنا. أنا بدي موت بعد شوي على الأكيد يعني. الفنانة الجميلة المحبوبة نانسي عجرم تعرضت لحادث غريب. طلعت لقيت شيء أسود واقف، لقيت إنه عيون كبار. رجع أقرب الفرد، حط الفرد براسي. وين مرتك؟ يا هل ترى هالليل رح يمرق مزبوط، ولا هالليل رح يكون في حلم تاني مثل حلم اللي مرق؟ هيدي القضية قد ما نحكى عنها، وقد ما نحكى عن سيناريوهات، وقد ما نحكى عن معطيات، وقد ما نحكى عن معلومات، وقد ما نحط صور، وقد ما نحط فيديوهات، وقد ما نحط علامات استفهام، وقد ما نحط اتهامات، ولا يمكن أي متلقي، وأنا بوقتها تعطيت معك كمتلقي مثل المشاهدين، يعني شو كان عم ينحط على التلفزيون كنت عم بحضر، وشو كان عم ينكتب على السوشيال ميديا كنت عم بقرأ. تقلك يعني هيدي بعتقد هي أساس العمل كله يلي عملناه، لأنه كمية الكلام والتساؤلات مخيفة جدا كانت على مواقع التواصل الاجتماعي. وبالفعل أعزائي المتابعين، تفاعل الكثير من الجمهور الطامح لاكتشاف الحقيقة مع هذه الحملة، وتم الاشتراك بالملايين بمنصة شاهد، آملين أن يشاهدوا كشف غموض تلك الجريمة كما ادعت محطة NBC. وعند نشر فيلم الرواية الكاملة في المنصة في الموعد المحدد 16 يوليو، تفاجأ المشتركون بمحتوى الفيلم الذي نشر، وتبين أنه رومانسي عاطفي رخيص ولا يمت للرواية الكاملة أو الحقيقة بصلة. وأيقن المشتركين أنه تم خداعهم والنصب عليهم من قبل NBC ومنصتها شاهد دوت نت. وكذلك ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالآراء المنددة لمصداقية الفيلم، وكشفوا فبركات وأخطاء وثغرات وتناقضات بالجملة. وكانت الضربة القاضية بفيديو نشره الأستاذ حاتم فتحي، كشف فيه التلاعب بزمن الكاميرات وكذلك فبركة كاميرات المراقبة. وبعدها بساعة مباشر فيديو آخر من قناة وميض كشف فيه تناقضات وأكاذيب الرواية الكاملة، وأطلق عليها اسم الرذيلة الكاملة. أن هو اقتحم الفيلا بعد ما مات بساعتين، يعني هو مات الساعة 2:05، وبعدين هو قرر الساعة 4:30 بعد ما مات بساعتين وربع تقريبا ان هو يقتحم الفيلا تاني. ان هو ما حرمش بقى، هو ما حرمش، يعني هو ما ماتش وخلاص وسكت، لا هو حب ينتقم، ان هو حب يعيد بقى ان هو اقتحم الفيلا تاني بعد ما مات بساعتين وربع. فطبعا دي معجزة. بالحمام وبلش تلفن، طبعا انا كنت عندي حالة، يعني صرت اقول ان شاء الله اتذكر الارقام أنا كنت بحالي وصرت أقول إن شاء الله أتذكر الأرقام.
ولا معقول نانسي، معقول لهالدرجة عم تستغبي فانزاتك؟ نحن في القرن 21 ولسه انت بدك تتذكري ارقام؟ طيب ماشي، كيف تلفنتي لأحمد الكونسيرج؟ فهميني اياها، كمان كنتي حافظة رقمه؟ وبعدها مباشرة تم حذف الفيديو من منصة شاهد لفترة من الوقت، ثم تم إعادة نشره صباح اليوم الساعة 12 صباحا. ماذا حصل داخل الأروقة؟ وما هو سبب حذف وإعادة نشر الرواية الكاملة؟ إليكم التفاصيل. بعد كل تلك الضربات الموجعة لمصداقية هذا الفيلم وكشف كذب نانسي وزوجها وإدانتهم، قام فادي الغاشم بطلب حذف الفيلم من منصة شاهد، وطلب عمل مونتاج له يتضمن حذف 9 مقاطع من الفيلم ثم إعادة نشره من جديد، وكان هدفه حذف المقاطع المثيرة للجدل، وبالتالي طبعا إخماد زخم السوشيال ميديا والرأي العام. وبالفعل تم اجتماع مجلس إدارة MBC وقرروا حذف الفيلم مؤقتا إلى حين التفاوض مع الغاشم، وأوكلوا مهمة التفاوض إلى مكتب الشؤون المالية في القناة. وبعد الدراسة خلص المكتب إلى أن تكلفة حذف هذا الفيديو تقدر ب100 مليون دولار، إذ أن الفيلم قد حقق قرابة 5 مليون مشاهدة بالأسبوع الأول فقط، أي أن الأرباح تقدر ب30 مليون دولار. وحسب مكتب الشؤون المالية لقناة MBC، فإن التارجت المستهدف بعد 9 أشهر من العرض هو 150 مليون دولار لفيلم الرواية الكاملة. الغاشم تفاجأ بالرقم وحاول المفاوضة والتسوية لرقم أفضل، لكن شركة سكوب بريدكشن رفضت أي تسوية أو تنازل عن مبلغ أقله 100 مليون دولار. وهنا قام الغاشم بالتهديد والوعيد بأنه سيحذف الفيديو بطرقه الخاصة. وأنا من قناتي هذه أوجه رسالة إلى جو معلوف أن ينتبه ويحذر لنفسه من الغاشم، لأنه لن يدعه شأنه بعد أن دخل قصره ودخل روايته الكاملة. خذ حذرك يا جو، نصيحة من وميض. إذن أعزائي المتابعين، تم إعادة نشر الرواية الكاملة على نفس المنصة دون حذف أي مقطع نهائيا أو أي جزء من الثانية نهائيا كما هو، ولم تتم الصفقة ولم يتم التفاهم على حذف ال9 مقاطع الذي طلبهم فادي.